سؤال، كان في طلع تصريح من نجيب ميقاتي اللي هو رئيس الوزراء عنا بلبنان، انت رجعت رديت عليه بعتت على فيسبوك بعد بعد المباراه ضد تشاينا ضد الصين، انت رديت عليه هيك بجت الدنيا على هذا الرد للاشخاص اللي بتعرف، انت قلت له انه I think بالانجليزي انه shut your we mouth. We don't need your congratulations. We're trying to clean the shit you put us through with your fellow politicians. I believe it's better if you keep your mouth shut. Okay. And بعدني على حكي. Let's do this. Let's do this. Wael Arakji, welcome to Sarde. Welcome to Sarde. I'm so happy. MVP. ونحنا كمان يعني. Lebanon's favorite son. أهلا وسهلا. MVP. Thank you so much. قبل ما نبلش بدي خبرك شيء، لأن أنا كمان كتير مبسوطة إنه نستضيفك. لما كان في الإيجيا كوب، أوكي، بجولاي، اكتشفت شخص ما بعرفه. اوكي ريلي صار لي سنتين ونص بعرفه، بس اكتشفت شخص ما بعرفه وصوت ما بحياتي سمعته بحياتي وحيط الله، يعني طلع صوت هو وعم بيحضر الجيمز. اوكي طلعت فيه انه اذا ما كنت عارفه انه عم بيحضر جيم كنت خفت وحيط الله، كنت هربت من المحل. ولما كنتوا عم تلعبوا ضد تشاينا انا ما كنت قدام التي في، والتي في تبعي ما بعرف شو صار له، سو عم بيدق لي وعم بيقول لي بدك تشوفي يلا تعي بالسياره وتعي وفي ما ويلا وعندك وقت دقيقتين لاوصل لعنده ما فيه. وبسمع وعم بيحكي، قلت له ما مين عم تحكي، مين في عندك بالبيت؟ قال لي ما حدا. قلت له ما مين عم تحكي؟ معين. قال لي مع الحكم. قلت له شو فبعدين شفته يعني ضد الاردن وبعدين ضد استراليا، ايه شفته عم بيجعر. قلت انا اوكي سو كثير بحب الباسكتبول، فبفتكر انت انه خليت تطلع شيء منه يعني كان شيء فظيع. عن جد لك كمان قبل ما نبلش في، بس ما نعطي شاوت اوت لتوفيق عساف من روبوكوم وجات فرحات وميد ذس هابن، يعني ثانك يو شباب، ثانك يو جايز، ثانك يو. روبوكوم از ون اوف اور مين سبونسرز يعني بالمنتخب لبنان، يعني كان كريم او توفيق صراحه ثانك يو سو ماتش على ذا سبورت منتل و أوكي في mental support. They came. أجو على كانوا هناك صح. أنا عايز stories تبعون. أجو على جاكرتا صراحة. These guys never leave us. يعني they're amazing. بجننوا. Thank you so much على كل شيء عم يعملوه مع منتخب لبنان، مع الباسكت بلبنان يعني in general. وهلا من حد كمان الويب سايت تبعون بالdescription للأشخاص اللي بدهم يعرفوا أكثر لروكم. فبعتد يعني أول سؤال بينطرح إز بس رجعت، يعني كيف كانت العودة على لبنان؟ انت ما رجعت دغري رايت؟ ديك بعدني راجع لي 4-5 ايام. اوكي رحنا سرنا من هيك كابل دايز اجو، كنا هيك الشباب بين بعض، سو كان عم بحكي مع اليشا معون، قال لي انه كان هيك كلنا عم تصور معنا وهيك، انا مبسوط كثير وبعدني شيء جاي على لبنان، شفت انه في اكسترا هايب عم بيصوروا معي العالم وهيك، اتس بيوتيفل، اتس بيوتيفل فيلينج. قال انت هلا بدك جاي على لبنان صح؟ قلت له ايش منه، صار هذه اول ظهره بظهره يعني من اول ما خلصنا البطوله، قال لي بعد ما شفت شيء. سو اتس ريلي نايس هيك ذا هايب لكل الفريق لكل اللعيبه، السبورت اللي عم لاقيه من الجمهور بلبنان از سمثينج بيوتيفل. سو هذا الهايب كنت ملاقيه من قبل ولا اول مره بتشوف هيك شيء؟ صراحه اذا بدك اقول لك ناشونال تيم وايز ذس از ذا فيرست تايم. عاده انه بيكون مع الفرق اللبنانيه يعني مع فريق اللبنان، يعني قبل كان رياضي او بيروت، بس هلا كمنتخب لبنان هذا يمكن أول مرة بعمل شيء مع منتخب لبنان، نعمل شيء مع منتخب لبنان، نحن كمجموعة كشباب نعمل شيء حلو كتير مع منتخب لبنان بظروف بظروف اللي عم نقطع فيها. سو السبورت تبع الجمهور، ومثل ما أنت عم تقول تكسير الطاولات والصريخ على التي في، this is why we play, this is why this is the best thing, the best part about the game, the excitement of the fans. So كرمال هيك يعني صراحة it was beautiful, beautiful feeling. أنا feeling يلي حسيته من ما رح أقول كم سنة، بس إنه الناس تعرف لما كنت أحضر أيام فادي خطيب وإليم شنتف، أنا أكبر شوي منكم من العمر، بس كنا نحضر هيك كان الجو يعني. وبس بدنا نقول شغلة قبل ما نكمل، عم تقول عن الجمهور يلي رح
يكون موجود بعد كم يوم, لأن احنا عم نسجل قبل ما تعملوا الكواليفايرز تبول كأس العالم. صح. وراح تلعبوا بعد كم يوم ضد الفلبين هون بلبنان, راح يكون في جو بفتكر راح تسمعوا لمعينا راح يكون اكيد بالستاديوم. اوكي اكيد راح تسمعوا عم بيصرخ يعني. فبس عم نقول هيك, سو ان شاء الله من هلا لوقتها نكون بعدنا مبسوطين لما بتطلع على الحلقه. اكيد. وائل عراقجي كلوك مانجمنت, بنسجل بنربح المباراة. وائل بليز سجل. شو رأيك انت بهالكواليفايرز؟ انه ربح انت ضد الفلبين كنتوا بعتد ربحتوا 95-80 right? ربحنا فرق 15 نقطة. هلا في big difference بين الفلبين قبل وفلبين هلا, يعني مدعمين فريقهم very well, جايبين جوردن كلاركسون 6 man of the year NBA من اليوتا جاز, جايبين كاي سوتو, سو جايبين one of يعني top prospects بالان بي اي كمان كاي سوتو 2 متر 18 20. اوكي بس again they're coming to Nahad Nofa, they're coming to Lebanon, so it won't be easy. هلا there's something, you know, it's very tricky لأننا كمنتخب بعنا يعني بعنا عم نحلم صراحه باللي عملناه, so we need to wake up يعني as soon as possible. هلا بلش تمرين شوي to become more serious, بس يعني في لك سيف ذو حدين, يعني ان شاء الله ما نفوت, اكيد ما حنفوت مرخين على الجيم, بس it's gonna be a big game صراحة لقلنا كلنا, لأنه إذا بنربح هذا الجيم نضمن تأهلنا على كأس العالم. This is our goal. So هذا الجيم حتى إذا لعبتوا بعدين. Two games يعني, بس هذا الجيم, ما هذا الجيم الأساسي ضد فلبين is at home, بعدين نلعب ضد إنديا away. إنديا ربحتوا. No disrespect to India, but it will be a very easy game. So Philippines will be كمان a big boost لأنه جايبين their full team, so it'll be a very nice game for us. وحلو لأنه في جمهور فلبيني بلبنان. صراحة أحلى جمهور. إذا بتشوفي حتى وقت كنا نلعب قبل بدبي مع الرياضة وهيك, الجمهور الفلبيني مش معقول. أنا كنت ألعب ستريت بول معهم, مش معقول, مجنين. بس على صوت واحد. صوت واحد كل جيم, حتى لو بتحط سلة أنت بصيروا يشجعوك وزقفوا لك. إيه بعده. كثير حلو جمهور. There's something كمان بدي صلت الضوء عليه. من أهم الماتشات اللي بعتقد لعبتون هو ضد السين, right؟ كنت عم تحكي إنه السين بلد فيه 1.4 مليار مليون نسمة, right؟ بلد هلاد كبير ضد السين versus لبنان. لبنان عنده unofficially 6 مليون, right؟ عم بلاحظ كأنه في ترند إنه بلد مثل لبنان عم بيقدر يتخطى هول الجاينتس عادة اللي بتشوفهم بالباسكت. عم بجرب أفهمها, بس بعتقد سؤال لألك إنه كيف بتفسر هذا الشيء؟ Is there like something؟ إنه ليك كان بدنا كتير على كتير, يعني كلنا نحن كمنتخب قبلك شباب كلنا لاعبين مع بعض قبل, سو كنا نحلم نحط بهيك situations, نلعب ضد تشاينا, نلعب ضد هدول big national teams. بما انه يمكن لبنان قبل ولا مره, يعني ايام زمان ولا مره مخسرين تشاينا ولا مره, وكان كل مره نوصل ضد تشاينا اقول oh my god we're gonna lose حتى وقتها as a fan. سو قلنا لحالنا انه why not this time, we have a big chance to beat them. صراحه from the beginning of the tournament they didn't look so good, they looked shaky as a team, ونحنا we came off from a very big win against New Zealand. Okay. So we feel hype. Feel hype. So we feel like, no, guys, we can beat these guys. Okay, they have big bodies, they have big, they're so tall, but I'm sure they don't have a bigger heart than us. Yeah. So we did it. We did it as a team collectively. We did it in a beautiful way, in a great way. صراحة, I can say to myself, one of the best games I've played in my life. صراحة, yeah, no. حلو حلو, عم تخسر تشاينا, عرفت, مثل ما انت قلت عم تخسر تاني اكبر بلد بالعالم, تالت اكبر بلد بالعالم, عارف, بس ما رأى this point تخطى المليار بمشي حالك نحن. وهي بس انه عم تخسر منتخبات الليجز عندهم كتير قوية, عرفت, support اللعيبة اللي بيجون هن كلعيبة تشاينيز, مش بس مادية, كل شيء, اللعيبة النيوزيلندية, اللعيبة الفلبينية, ما فينا نقارنا مع اللعيب اللبناني, يعني عم بحكيك بين السما والأرض, تعاطي مع اللعيبة is way different. أنا لعبت بتشاينا, so I've played in China, I've played in Beijing, I've seen how they treat players. كيف بيتصرفوا معهم؟ It's NBA treatment. NBA treatment. يعني الأشخاص from gear to financial support to training to everything. مش بس دعم مادي, حتى الدعم مادي على جنب, هو كل شيء. So to beat these national teams. جزء من الثقافة, right? وهذا الشيء لأنه من جزء من الثقافة بدهم يتعاملوا معه بطريقة لطيفة, right? 100%. مش معقول. و يعني
انا بتذكر كنت عم بحضر الماتش وحدته على ال بي سي اكيد انا بتذكر كمان بتذكر صوته بس طبعا شفت الخط انا اللي حبيته هو لانه كنت عم بحضره على ال بي سي كان في التعليق اللبناني رايت بيضحك مثلا كانوا يتخلبطوا بالاسامي تبعونه ايه هذا ما عرفت الفوز اسمه بس ما عليه بس كذا شو ويفوتوا بالتاريخ المنتخب الصيني يقولوا ايه بس هالمره ما حيلعب منيح يرجع هو يفوت شيء 33 بوينت ورا بعض يرجع غيره يعني لانه كانوا كمان اللبنانيه عم بيعلقوا على الموضوع ات واز جست ان اميزنج اكسبيرينس لكل لانه حسيتهم هن كمان معنيين Yeah, okay. اكيد التعليق بالانجليزي كان كمان بيعقد right? yeah, كل شيء ليك كل شيء على اللبناني احلى نحن بنقول احلى نحن اللبنانيين بنجمل كل شيء ف كان انا انتبه انا منزل جيم كله على تليفوني عندي هلا بفوت على عندي بتلاقي الجيم كله اي اولويز فروم تايم تو تايم بفوت وبحضره انا بسمع بس التعليق بسمع كيف الرياكشنز مش بس حتى على ال بي سي حتى المعلق تبع البي ان اللبناني بول فاضل صح. يعني at the end كان هي واز كان اوف تيرينج يعني اذا بتسمع صوته صوته عم يرجف كان قد ما كل الشعب انبسط بهذا الوين سو بتضل مع المنتخب اللبناني وبالنتنا سواد القتلي تماما مثل جيم باستراليا كنا شيء كثير حلو شيء 6-7 اشخاص نحن يعني كل العالم كانت عم تنهار بعتقد الايجا كاب كان شيء استثنائي لانه انتم بالسيمي فاينل كنتوا ضد الاردن رايت صح عم جرب افهم هيدي اللايف الرايفري يعني التنافس بين لبنان والاردن صار له زمان لانه بتذكرت هن طلعوا على مقابله وحكوا انه كيف بدهم يخسروكم ليك ولا مره انا لاعبين ضد الاردن كذا مره بحياتي ولا مره كان في هيدي التنشن مثل اللي كانت موجوده بهذا الجيم بس ليه ما عند بقول اياها ان شاء الله يكونوا عم يسمعوني يعني ثلاث ارباع لعيبه الاردن مدرب رئيس الاتحاد كل المدراء وقت خسرنا وقت خسروا بلبنان وطلعوا معنا على جاكرتا خلينا نوجه هلا المدرب تبع منتخب الاردن ان شاء الله يكون عم بيحضر طلع معنا بالاسانسير كذا مره نحن لعيبه بفوت ما يطلع فينا ما يقول مرحبا ما يقول هاي ما في الروح الرياضي لا ما قصدي تروح رياضي لانه احنا ولا مره كنا قاطعين بهذا الشيء ولا مره كنا في هالاتنشن بيناتنا ك ك ك ك كبلد اوكي اتس ا بيج جيم بس انه هن فاتوا على البطوله قبل ما يلعبوا ضدنا يو كان سي ان ذير ايز انه ذير سمثينج Alright, no. We don't mind if it's a bit conchi. We're ready for anything. وإجا الجيم وقبل النهار أكيد الانترفيو الحلو اللي حكي شو صار بالانترفيو للأشخاص اللي بركم ما بيعرفوا هو إجا لاعب كان في اللاعبين عندهم طلع واحد من اللعيبة قال إحنا هيدي ما حتكون مباراة كرة سلة حتكون مباراة كرة يد ولكل لبناني حيحط سلة بهذا الجيم أمه لازم تكون داعيت له like, wow What a beautiful comment to say before a game. So stupid. وهذا زيت البلاير انشحت أول game. 100% So he got what he deserved. So yeah. they lost the game. Again, Sergio Ala on interview. They're لعبوا للمركز الرابع. نحن طلعنا تانيين. So we got the podium. They got nothing. بس سؤال يعني عادة التراش توك بتلاقي وين مكان يعني أنا بتذكر بعتقد أهم واحد بالتراش توك هو لاري بيرد بعدين عندك مايكل جوردن بعدين عندك كل الشباب right. Enjoy yourself, dog. You bitch, fuck you. Y'all gave the run for our money. Trash talk, ما عرف إذا يعتبر جزء من الجيم بس if done well, إنه بدك تفوت براس الأوبوننت تبعك وبدك تلعب اللعبة. It's a mind game. هيك. It's part of the game. It's mind game. بس نحنا بالبلدان العربية trash talk is قلة أخلاق عرفت. Okay. تعرف عنا بالبلدان كل عنا بالدول العربية كلنا إنه ندعي إنه نحنا الأوادم والأخلاق بس إنه نحنا كلنا أوادم بس it's this is the game. We're playing basketball. يعني مايكل جوردن بيقال is one of the best trash talkers in the history of the game. اضرب واحد. يا ما بيصير حكي تقيل هلا نحن يمكن بينزاد الحكي زيادة عن اللزوم بس انه this is part of the game. بيخلص الماتش ما في شيء صراحة بس انه in game I'm gonna try to أكيد. take your head off. 100% ما. بدنا نربح الجيم وخصوصا جيم مثل هيدا it's a semi final صراحة it's a win or go home. ايه. We make history for our national team. صار لنا كتير زمان ما واصلين على final بطولة آسيا. I'll do whatever it takes for my national team to get to the final. So في mental warfare أكيد يعني it's huge. بس في شيء كمان صار بدي أسألك من نسأل وائل عن هذا الموضوع. في trash talk خي وفي شيء ما بعد trash talk وصار في كأنه escalation للموضوع. Right. لك اللي صار إنه صار في trash talk بيني وبين the big guy تبعهم.
صار مثبت ما حقولها مثبت شوي قوية أنا ما كنت كتير آدمي بالمثبت اللي ثبتها بس إنه I can bluntly say he started the trash talk he started the discussion game when I answered in my own way it went beyond I don't care so هو بلش وأنت بعدين رجعت أنا رديت عليه بالجيم بالجيم هلأ بعد ما طلعت طالع بالإليفيتر أنا he attacked me in الإليفيتر تبعنا وقف على الطابق تبعون and I was literally texting on my phone. I wasn't looking, صراحة. أنت بعت مسج على تليفونك. مسج, and I find someone who attacked me suddenly. هلا, out of a sudden, like. أنت بالأسانسير في واحد تعدى عليك يعني. فجأة بيفتح الأسانسير, بيوقف على الطابق التاسع. وهني اللاعب الأردني على الطابق التاسع. And he attacks me immediately. So بنصير أنا وياه نخبط بعض, ندفش بعض. luckily, أنا didn't fill. I text the guys. كانوا موقفين وقفوا الاليفيترز بالأوتيل شافوا المشكلة شكلهم على الكاميرز. I texted the guys. I'm like, guys, I'm stuck in the ninth floor. على الآن أنت على الطابق التاسع. أنا قدرت فوت بالستاف روم ونزلت بالاليفيتر. And I saw all the guys ناطرين تحت باللوبي. شو صار؟ 1, 2, 3. This is what happened. بس للأشخاص اللي بركة ما تعرف أنت كان عندك جيم 10 نهار. كان عندك جيم نفس النهار. سوري. هذا الصبح. Right after our morning practice. Yeah, same day of the final. So, نطلع الطابق التاسع وبدور المشكل. صار في مشكل. صار في مشكل. كتير لاعبة. ما كانوا كتير لاعبتهم. أكتريتهم staff a couple of their players. Yeah. هلا بيزعم كان عم بيقول مدرب تبعهم آلة حديدية وما بعرف شو عظمها وكبرها أكتر من هيك بس إنه it was just hands so not fair play يعني مش معقول لا بس إنه again لعبوا على المركز الرابع we're second so بس بتعرف وائل يعني اللي بيزعل إنه بتفكر خيي أوكي اللبناني قدروا يوصلوا لهذه المرحلة قدروا يوصلوا للفاينل right الأردنيين للأسف ما قدروا يوصلوا لهذه المرحلة صاروا بوزيشن رابعة بس بيكون في سابوتاج انت خي كابتن التيم ما بعرف اذا اكيد مش كل الفريق كان بده هذا الشيء اي هوب نوت بس بفكر انه بركي العرب بيكون في تضامن شوي انا بعرف عم فكر بشكل كتير يوتوبين وكتير لافي اون روز بس طب اوكي هذا بلد عربي كمان عم بيجرب يوصل على كاس ايجا بركي يكون في تضامن الى حد ما بس ذات وازنت ذا كيس ليك صراحه كجمهور اردني نحن ولا مره رحنا على الاردن وعملونا احلى معامله صراحه بوجه لهم تحيه كتير كبيره للجمهور الاردني محترمين بشكل مش طبيعي حقيقه كل الجماهير العربيه صراحه ساندتنا بس يعني بفهم الكومبيتيشن اللي كانت موجوده بين المنتخبين يمكن صارت شوي اتوان بيوند راحت للاكستريم بس كجمهور على طول بتلاقي دعم على طول بتلاقي دعم من الجمهور السوري من الجمهور الأردني من الجمهور كل الجماهير العربية دعمتنا وبعتنا حتى اللعيبة تعول المنتخبات كتير بعتولنا ودعمونا بس انه على طول في هيدي الرايفلري القوية بين لبنان والأردن وراحت شوي للإكستريم هالمرة ما بعرف ليش صراحة نحنا بيرسونلي كمنتخب يعني كلعيبة ما عنا هل كان الحقد على اللعيبة اللي كان عندهم إياها هني towards us بهيدي الجيم بس انا شفتها كمان بالبوست جيم نسيت شو هو اي ثينك كان اهم اللعيبه عندهم فت انت بالكاميرا تبعيته هو عم بيعمل انترفيو قلت له this guy is a monster هو المجنس تبعه دار توكر اي هاف فول ريسبكت لكل لعيبتهم اجين ان جيم عم بجرب اكلك حجرب اكسر لك راسك بقول لك اياها بالعربي المشبره اتس ا جيم برات الجيم يور لايك ماي برادر اثرت عليكم شو هو انه هيدا هاي القصه قبل الجيم تو بي اونست يعني جسديا لا والله لا والله ابدا يمكن العالم كانت عم تحكي بطريقه انه بلشنا سلو ستارت ضد استراليا بس انه اي بليف ات واز مور منتل عم نلعب ضد استراليا عرفت ولا الثالث بالعالم سو هيدا اللي كان مسعي بس جسديا ما انا في السؤال بدي افهمه في بار لكل الكونتيننتس وفي الاوسياني اوكي ليه استراليا كانت عم تلعب هذا سؤال كلنا نسأله لحالنا بس هو يمكن لأنه تعرفي كان على طول بالكواليفايرز تبع الورلد كوب all around the world على طول يعني most of the national teams كانوا they're earning their spot عرفتي عم يلعبوا لمحلهم عم يلعبوا بطريق يعني مثلا بيلعبوا 14-15 بلد ليتأهل 3-4 كانوا نيوزيلند أستراليا يلعبوا ماتش واحد من بعض يتأهلوا
هول هن في it's a continent لوحده فهلا فريقين جمعون مع 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 جمعون مع بايجا لأن لما قد ما كنا منرفزين اوكي شو جايبهم بيلعبوا ما خصهم بايجا يعني هن هون يقدروا اوكي اكيد تو تيمز عم تحكي الثالث عالميا ليك استراليا عندهم 9 لعيبه ان بي اي بالان بي اي صح مش حيلا لعيبه عم تحكي لعيبه توب نوتش بلايرز بالان بي اي ف صح not a joke and 2 points two points بس انه ما كي it's a two points بس again لو برجع بقلك لو استراليا بيقرروا يجيبوا التوب نوتش بلايرز تاعهم ما بعتقد في اذا بتجمع كل المنتخبات تحط اهم لعيبه بالصين اهم لعيبه بكوريا اهم لعيبه بلبنان اهم لعيبه بالاردن كل هدول بتجمعيهم I think they'll kick our ass easily so على قد منيح بس كمان يعني برازوري you guys كمان لعبتوا amazing basketball اكيد اكيد مش معقول كلكم في شيء صار كمان بالفورث كوارتر اذا ماني غلطان كانه دعستوا بنزين a bit more right حسيت انه كان في تغيير بالديناميكيه بين اللعيبه يعني هيك شوي حشور انا في شيء انحكى باللوكر روم بالفورث كوارتر خليكم بركوا تغيروا فيتاس قلنا لحالنا انه جايز اوكي انه وير داون باي 15 خسرانين 15 نقطه بس انه خلينا نخسر بشرف خلينا نخسر بطريقه حلوه انه يمكن ما بحياتنا نرجع نحط بهيك سيتويشن يمكن ما بحياتنا نرجع نلعب فينال بطوله اسيا قدام هالجمهور شفنا الجمهور الاندونيسي كان عم يشجعنا بطريقه مش طبيعيه وحيات الله okay. في تشجيع على يعني قلت الاستراليه حطوا سله تلاقيهم بو اللي حطوا سله يصيروا يزقفونه ناي ويصرخوا ف انا لحالي جايز انه يمكن ما بحياتنا نرجع نكون بهيك السيتويشن سو خلينا ات ليست Let's make it special. And I believe we did. يعني للأسف خسرنا. بس أنا يعني حسيت على وجههم الأسترالية بعد ما خسرنا الجيم قد ما شفونا مبسوطين. إنه مين ربح نحن ولا هم. So إنه عن جد نحن إنه we were زعلنا بس we were proud of what we did. كتير كنا فخورين بحالنا. كلنا الحمد لله. الحمد لله. It was كان شيء كتير حلو. خاصة كمان MVP وtop scorer كمان. هذا 26.5 on average ما هيك. ما مذكر انا عم شوف البوينت صراحه فهمت ليه طلع الصوت الغريب من بعيد انا بدي اسال سؤال بالرياضه عاده انه دائما من بعد ماتش ومن بعد جيم سوري بالباسكتبول جيم علي ماتش من بعد ماتش ومن بعد جيم اكيد بتقعدوا بتشوفوا شو كان لازم ينعمل شو ما انعمل شو انعمل وهيك انه اذا اليوم بدك تفسر شوي شو صار بهيدي الفينال في شيء فيك تعلق عليه؟ بقول انه يمكن منتلي ما كان لازم نخاف انه نلعب ضد استراليا حسيت في هيدي نحن المنتل بارير اللي كان عنا اياها انه عم نلعب ضد ثالث افضل فريق بالعالم قلنا لحالنا انه it's just بس هيك one bad game one bad day for them فينا نربحهم وشفنا انه وقتها دعسنا وشلنا الخوف اللي كان براسنا والطريقه اللي كنا عم نلعب فيها لعبنا بطريقه هيك ما كان في خوف رجعنا بالجيم سو ايزي سو بقول يا ريت يعني بلشنا الجيم بالطريقه اللي خلصنا فيها الجيم لانه بعتقد كان جيم فينا نربحه اكيد انتوا هلا يعني فريق يونغ تعدوا كلكم ستارز للمباراه الثانيه مثلا هلا للورلد كاب انتوا كيف حتشوفوا كيف بتشوفوا البرفورمانس تبعتكم رح تكون اجين قلت لك بدنا كون كتير مركزين لأنه رجعين من شيء ما بحياتنا عملناه رجعين من شيء البلد كله وقف على إجري دعمنا ودفشنا سوق نحنا كتير مبسوطين يعني بعدنا أنا بقول لك يعني daydreaming about what we did so بعدنا بمشي على الطريق اسم الله عليكم وعفوا الشباب كله نفس الشيء اسم الله عليكم هيك ف we know قديش مهم هذا الجيم نعرف قديش خطير هذا الجيم بالباث تبعنا للورلد كوب so we need to double our focus صح فت ما فينا to treat it like any other game so في هذا psychologically لازم نكون كتير ready لهذا الجيم كتير مركزين لهذا الجيم لازم نكون مركزين لكل situations يمكن نكون خسرانين يمكن نكون ربحانين لازم بس نتعامل مع هذا الجيم differently كأنه it's the last game of our lives لأنه بدنا نترك هذا الهايب عرفت إنه فرجينا إنه لبنان can beat any team in Asia وبدنا نجرب نضلنا بهذا الريتم تبعنا نحن نعرف كتير منيح انه كنت عم تقول انت انه شو كان عندهم كوتشات تشاينا وكل البلدين كل الدعم وكل الدعم وهيك ونعرف كتير منيح انه بلبنان دعم للرياضة انه
عشوائي مثل الجوست يعني. كان كنت دبلوماسية شوي, نحن عطنا مش دبلوماسية بس إيه. إنه منك ما كانت الأولوية. لأنه بنعرف حكينا مع فادي الخطيب بحلقة سابقة ومع عزيزة سبيتي مش من زمان. كيف تعملوا أنتوا لما بنعرف إنه غير تيمز بتدربوا 8-9 ساعات 10 ساعات بالنهار, وأكيد أنتوا بيكون في من اللاعبين عندهم أشغالهم عندهم قصص يعملوا, إنه كيف عم تعملوا؟ إنه أنت أنتربرنور وعلي حيدر كمان أنتربرنور عم بستعمل حيلا لإكزامبل, عندك يعني الداي جوب والنايت جوب كأنه يعني, وتتكون أنتربرنور منها سهلة تاخد بيك تشانك, وبزيت الوقت تكون أنت توب تير لعيب كمان منها سهلة, فكيف تعمل هذا البالانس من الاثنين؟ بقدر أكد لك الحلم تبع كل لعيب كان بهذا الفريق إنه يعمل فول تايم باسكتبول بلاير. سو بقول لك it's not hard to let go of this dream. عرفت كيف؟ إنه صح أن في لعيبة عنده أشغاله, كل واحد عنده شغله, بس برجع بقول لك إنه صعبة تقول إنه خلاص I just want to quit basketball. I want to be a regular basketball player. إنه بدي يكون باسكت بس هوبي لإلي. سو هيك يعني هوي. ما فينا it's hard. كل لعيبة هيك صدقني, في كتير لعيبة فكرت إنه تعتزل بس بعدها لهلا, انه كل ما تشوف طابه الباسكت تلاقيها عم تقتل حالها, خاصه هلا من خاصة بعد الايجا كوب, بعد الايجا يعني. كوب عرفت انه بعد خصوصا انه بهيك سيتويشن هيدا. على فكره يمكن نحن 12 واحد بالفريق, انا وعلي مزهر الوحيدين اللاعبين بطوله اسيا قبل اي كلكم قبل بقوي, ولا مره ولا واحد منهم لاعبين بطوله اسيا. عرفت كيف يعني؟ ولا واحد كان حلمه يلعب بطوله اسيا. سو عم تشوفي حلمي كانه هيك بوجهك, عرفت انه بوجهك عم تحلمي هذا الحلم. انا بحلمت العب منتخب لبنان, حلمت انحط بسيتويشنز عم بلعب ضد الصين, حلمت تكون طابه بايدي اخر ثانيه. نفس الشيء لسيرجيو درويش, نفس الشيء لالي شمعون, نفس الشيء لعلي حيدر. هذول اشخاص حلموا ينحطوا بهيك سيتويشن. سو it's just like we cannot let go of this dream, we cannot let go of بنعرف قديش نحن كان عنا امباكت على الشباب الصغار, فكان عنا مسؤوليه كبيره, وبعتقد لازم عنا بعد مسؤوليه اكبر لقدام, وما فينا ايه ما فيك تتخلى عنا, ما فينا نتخلى عنا ابدا. فعقصة الشباب انا بعرف انه at some point الـ championship له للشباب كانت موقفة, ما كان في championship, ما عارف اذا 10 سنين او اقل من 10 سنين ما هيك. هلا كيف يعني رح يتغير الجو, رح يصير الشباب اكثر يفوتوا, صار في دعم اكثر لانه انتوا قدرتوا توصلوا لهذه المرحله؟ شو الوضع؟ ليك حسينا انه الفرق والكل معنيين باللعبه هيك كأنه جيت نكستهم شوي, عرفت انه قرصتهم, انه فرجيتهم انه لا اللعبه بعد ما ماتت, بعد في لعيبه عم بتقاتل لهاللعبه, سو واي نوت نحن كمان نقاتل. سو انا برجي تحيه لكل رؤساء الانديه صراحه, اذا ما اللي ما بيعرف رؤساء الانديه جمعوا from their own pockets كثير داعمين, من جايبتهم من كثير داعمين يعني, غير رؤساء الانديه كان مال يعطوا اللعيبه يدعموا اللعيبه. سو هلا عم نشوف شوي الفرق بلشت تتحرك اكثر, بلشت شوي السالري استعلى اكثر, رجعوا يفوتوا العنصر الاجنبي بالليج. قبل قلنا 3 سنين تقريبا ما في اجنبي بالليج, عرفت ليه؟ لانه يعني بدك تجي تقول له لواحد امريكاني تعال حطك بيت ما فيه كهرباء ما فيه مي, معقول فرق باللولار باللولار معقول واحد حط فرد براسك بالليل ما فيك تظهر بالليل بالعتم, انه ما منه هالاتراكتيف باكج العتم بتلي محل ثاني يعني. So it's not very attractive للاسف, سوري عم بحكي بس هذا الواقع تبعنا نحن هيك عايشين. فهلا شوي بلشت الفرق شوي, بلشت كمان الانترناشنال تورنمنتس يرجعوا يبلشوا, قبل كان عندنا كورونا كمان صح. ما تنسى سو بلشت صار في عندك بطوله اسيا, بطوله الوصل ليج, بطوله دبي. سو بلشت صار كانه الفرق مجبوره بقى تدعم فرقها وتحسن فرقها وتجيب اجانب على فرقها كرمال يقدروا بعدهم ينافسوا انترناشنالي. بتعرف في سؤال بعتقد كل العالم بدها تساله, هير جوز ناثينج, كنا عم نحكي اكيد عن الدعم الدوله عاده بتعطيه للاعيبه رايت, مش بس مثل ما عم تقول الدعم المادي, بس عم تحكي عن دعم الجمهور ودعم الاكويبمنت كل شيء رايت. خلينا خلص هذا رح نعتبره نحن بزنس ونحن بدنا نشجع منتل كوتش, وفي كتير اساس في كل شيء نشوفهم بغير. انا بعرف انه at some point كان في ما كان في دعم كفايه رايت, وسؤال كان في طلع تصريح من نجيب ميقاتي اللي هو رئيس الوزراء عنا بلبنان, انت رجعت رديت عليه بعتقد على فيسبوك بعد المباراة ضد تشاينا ضد الصين, انت رديت عليه هيك بجت الدنيا على هذه الرد للاشخاص اللي بتعرف, انت قلت له انه
I think بالإنجليزي إنه shut your we mouth. We don't need your congratulations. We're trying to clean the shit you put us through with your fellow politicians. I believe it's better if you keep your mouth shut. Okay. And بعدني على حكي. And thank you for that. يعني إنه أكيد يعني it goes without saying يعني هلا في كمان بعض الأشخاص بيقولوا طب ليه وائل فوت السياسة بالداء لأنه فيك تفهمون أتليس أنا يعني جربت فكر ليه بركة أشخاص ما حبوا هذا الشيء لأنه قالوا كل حياتنا سياسة كل حياتنا سياسة مش إنه بس سياسة طبيعية سياسة فاشلة والعالم عم تفشل يمين شمال والبلد معتر وما عم نقدر نتنفس بركة الباسكتبول هو نفسنا اللي فينا نكون شوي اسكيبس نقدر يعني نهرب من هيدا الشيء right؟ بس أنت قلت هيدا الشيء مش على الفاضي كان في سبب أنا ما فوت السياسة أنا عم بتأكد إنه السياسة ما تفوت باللعبة هو رجل سياسي قرر يتدخل بالرياضة وما بحياته دعم الرياضة أكيد يعني سو مع أنه أنا... طويل شكرا لعب بس ما أنه كتير فت فقلت لحالي أنه ما بعد ما أول شيء هو أول شخص طلع بوجي بعد الجيم يعني كنت عم بحضر الجيم بعدها مع الـLBC كمان وصل اللينك وصلت لآخر الجيم شفته طلع على التيفي وحكي كمان سألت يا زلمة أنه ما علي شيء نحن ما بحياته حدا إجا سياسي دعمنا إجا حكي معنا إجا أعطينا أبوش ليش هلا ليش وقت ربحنا الفلبين مثلا ما بعثت لنا تهنئه ليش وقت ربحنا ليش وقت ربحنا نيوزيلند او الهند ما بعثت لنا تهنئه ليش وقت ربحنا الهند وقت ربحنا الصين لانه حسيت اتس بيج وين حسيت انه بركي كمدير قبل مش بس هو كل السياسي تبي هو اذا فكر انه انا بس اي واز تارجتينج هيم لا انا واز تارجتينج كل البوليتيشنز صراحه انا شاب لبناني انا شاب لبناني ليك ما في لعيب برا اللي بيفهم شو يعني اللي بيعرف عن لبنان ما بيسألنا ما بيقلنا what the fuck is wrong with your country what the hell is happening in Lebanon did they seriously steal your money did they... شو بدك رد عليه شو ما بعرف شو رد عليه بالعكس إنه guys yeah unfortunately Lebanon is still beautiful you guys need to come and visit it تعالوا شوفوا لبنان قديش حلو بس للأسف عنا عالم عم يجربوا يوسخوا صورة لبنان وبعدنا لهلا عم يجربوا يوسخوها ونحن بعتقد كلبناني كمنتخب لبنان we're the hope لهذا البلد وحسينا انه نحن الامل لهذا البلد انا كل المسجز كانوا توصل لي على انستغرام رجعتوا حسستونا انه لبنان منيح رجعتوا انه فرجيتونا قديش لبنان حلو فقلت لحالي انه بعتقد لازم حدا يحطهم على حدهم ما بعتقد في حدا حكيهم الحكي وبعتقد انا كنت اول واحد حكيته هالحكي وما عندي مشكله ارجع احكي هالحكي بعرف في الوف اللبنانيه ورا ظهري سو ماني عطلين هم يعني او عطلين هم حيلا سياسي غير يعني مثل ما قلنا يعني لانه ما كنتوا مدعمين انا بعرف يعني سمعنا انه انتوا كمان كنتوا لازم تدفعوا من جيبكم كرمال صح انا وهيك جوكشان حتى يعني كمان وي جوت جير تحيه لهيك جبنا تشيرتس للمنتخب تبع ما بحياته ولا لعيب قصر يعني يمكن نحن هيدا عملنا هيدا الجاس بس في كتير لعيبه قبل عامله غير قصص كمان علي حادر عطى بونسز من جيبته كمان لعيبه بس لتعرف وقت ربحنا ماتش مخيف يعني. ما بقول لك يعني اللعيبه بين بعض في حب مخيف بين بعض اللعيبه بس يعني جبنا الجيرزيز جبنا شيرتس تو لوك از ا تيم وقت ننزل على العشاء يلاقونا المنتخبات الباقي انه لابسين نفس التياب لبسين لبنان كلنا مش كل واحد لابس نايكي واحد لابس اديداس واحد لابس بوما واحد لابس انا لابس ريد بول سو دفعتوا من جيبتكم كمان تقدر تلبسوا زي شيء بس تي شيرت سوداء مكتوب عليها لبنان تي شيرت حمراء يا وي ديد والصباط كمان صح لا صباطي قصه تانية باخ هي قصه بس قصه الشيرتس ذس از وات وي ديد يعني لانه بدنا نبين بريزنتبل بدنا نبين انه منتخب انه واو منتخب لبنان قبل كان منتخب لبنان عنده دعم كتير قوي بدكم تبينوا تيم خرج يكون بالفاينل سوري ما قصدي شيء يعني قبل منتخب لبنان كان دعمه كتير قوي يعني كان حتى ايام شويره عم تحكي صح ايام شويره حتى منتخب لبنان من قبل شوف ليفل الاجانب اللي كانت تيجي على لبنان كان جاكسون فرومان بلو ستارز 100% كان جاكسون فرومان كان جو فوجل ان كان جو فوجل او ايه براين بشارة مات فريجي كان كل اللعيبه في لعيبه يعني بيج 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 نيمز يعني عم بقول لك بسايد فهدي الخطيب روني فهد علي محمود كل هدول بيج نيمز كان يجي من برا كان في تفتيش على لعيبه لبنانيه امريكان ليجوا يلعبوا ليجوا يدعموا منتخب لبنان هلا ما عندنا هذا الدعم سوري يعني احنا الليك تبعنا له 3 سنين واقف نحن كلاعيبه وبعرف في كم رئيس نادي عم نرجع نجرب نحيي اللعبه نحيي شوي الباسكتبول بلبنان لانه اي بليف هذا يعني اللبنانيين بيتنفسوا في بيج بارت اللبنانيين بيتنفسوا باسكت اكيد لك يعني جست على القليل على الصعيد الشخصي انا يعني بفهمك كيف
مع انه انتم دفعتوا كلكم من جيبتكم واشتغلتوا من على اجبينكم ليترالي على هذا الموضوع، بفهم كيف اذا واحد رجل سياسي ان كان نجم قاضي او غيره، وفي كتير غيره بيجربوا يركبوا الموجه، رح يكون في عندك انت هيدي رده الفعل لانه مش محله، لانه هن حطوكم بهذا الشيء وحطوكم بديس ادفانتج معين وحطيتوا من لحم الحي. كتار منكم جعبلكم ترجعوا تعيشوا بلبنان يعني؟ أنت منك عايش بلبنان؟ مش عايش بلبنان صراحة، كتير عبالي أرجع عايش بلبنان أنا ومرتي، يعني كتير عبالي أرجع عايش حد رفقاتي، كتير عبالي رفقاتي يرجع يعيشوا بلبنان، عرفتين؟ أنا ما عندي حدا بقى من رفقاتي، يمكن very few عايشين بلبنان، بس إنه my good friends كلهم عايشين برا، إن كان بدبي إن كان بالسعودية إن كان بأفريكا، so كتير عبالي نرجع لبنان، ما في أحلى من عن جد إذا بفكر فيها. خلينا ننسى كل شيء صار، انه قبل لبنان كان بجنن، من كان احلى شيء، في احلى منه انه تقوم الصبح على البحر تروح تتسبح ما بعرف حيلا بحر، جاي تيجي تروح تسهر بالجميزة او بالمخايل او مع رفقاتك او تروح على السينما. سو هيدا لبنان اللي بنعرف، تطلع على الجبل تطلع على الجبال، هيدا this is what عبالي ارجع اعمل، هيدا اللي عبالي ارجع اعمله انا ورفقاتي وانا ومرتي وانا وعائلتي. بس انه بعتقد الاكبر اشخاص الحق عليهم هن السياسيين الموجودين هلا، مش بس نجيب مئاتي، نجيب مئاتي وغيره وجر البنوك البنوك اكيد هن كلهم متواطئين بين بعض. اذا ما ناخذ خطوه لورا، يعني انت كمان كنت بالسمر ليج مع المافريكس صح اذا ماني غلطان، اند هذا شيء منه سهل ابدا، رايت؟ تمرينك كيف كان معهم وشو صار؟ يعني هلا كمان بعتقد في يوسف خياط هلا كمان راح يروح على ميشيغان اذا ما غلطان، راح يلعب كمان برو هوبفلي على الان بي اي. اكيد هيز ان يونيفرسيتي اوف ميشيغان، بوجهله تحيه. قال لك راح يوصل على الان بي اي ان شاء الله يا رب. شو ما فينا نحن لازم كشعب ندعمه، لازم ندعمه ونحن مغمضين عيوننا. هيز ا هيوج بروسبكت، بيج بروسبكت، عم بيلعب بي ون اوف ذا بيست كولجز هلا بالان بي اي، يعني اللي ما قبل بالان سي اي، اللي ما بيعرف هلا مثلا ميشيغان اور ريكروتينج ابنه لبرون جيمس، يعني بس لتشوف قديش كبير الجامعه. سو اتس نوت ا جوك، هي هاز ا بيج تشانس. عم الكوتش تبعه از ان ان بي اي تشامبيون، كان مع لبرون جيمس ودوين ويت، ف ان شاء الله الله يوفقه. هيز هيوج تالنت باذن الله، يعني اي بليف اي هاف نو داوت انه يويو كان جو فار. اوكي ان شاء الله. كيف كان يويو؟ هو من عيط له يويو يوسف، هيز ماي روميت، فانا يويو. كيف كانت تجربتك مع المافريكس يعني بالسمر ليج؟ حلم حلم، شو عم تحكي؟ وصلت لهونيك، اول شيء كنت وصلت كان تقريبا 60 to 70 players they need to choose like 7 to 8، so I was lucky، it was very tough. سافرت من لبنان غير الجت لاج وغير انه لازم بلش تمرين دغري، I only had 2 days when عندنا try outs 2 days، it was very tiring 2 days ورجع على لبنان، so سافرت على امريكا for literally 3 days واضطريت تتاقلم على الوقت تبع امريكا. ما قدرت اتاقلم ما قدرت نام صراحه، لك لكون صريح معك. I was very lucky they chose me. When I came back في لك بلش الحلم، لانه فت على اللوكر روم جيرزي مكتوب عليها عرقجي ودالاس مافريكس قدام، it was like a dream come true صراحه. It was very hard. بقول لك بقول يا ريت في ارجع اعيش هذه الاكسبيرينس، بس انه كنت عملت شيء غير؟ ما كنت عملت شيء، بس كنت بقيت عم بتفرج على على على, على الملعب، بقيت عم بتفرج على التياب، بس هيك just to soak in everything. كان شيء حلو، لانه نحن كلاعيبه نحن الجمهور مثلا ما بيكونوا عم يشوفوا شو في ورا الكواليس، بس انا كنت عم كون ورا الكواليس، يعني كنت الباص تبعي عم بيوصل باكستيج، نازل من الباص لاقي بوجهي جيسون كيد، لاقي بوجهي جيرون ويليامسون، لاقي بوجهي شاكيل اونيل، طلع هيك سموكي كريزي. انا عاده قاعد معود على الجمهور عم بحضر، هلا قاعد عم قاعد مش على الجمهور، قاعد بالتي في عم بحضر، هلا انا بوجه هدول الاشخاص. عرفت كيف؟ عم بلعب هذا الملعب، فات على تريننج فاسيلتي لوكا دونتشيتش بوجهي، سو فتت شفت اللوكر روم تبع ديرك نوفيتسكي، فانه ديرك مان مارك كيوبن، يعني مثلا انا اي هاف ا فيري مارك كيوبن حكي عن لبنان مثلا على يوتيوب اذا بتحضر الجيم. اي لو مثلا this year we have a guy from Lebanon coming in، so عندي مثلا صوره له الدالاس مافريكس، عندي يعني صوره مع مارك كيوبن وين مزح معي انا بالملعب عم بيسلم علي. ف اتس فظيع كتير، كان شيء كتير حلو. كنا عم نحكي أنا بديها مع شخص اسمه جاد مبارك، عنده هلأ كمان هو بودكاست اسمه The جاد مبارك شو، للأشخاص اللي بدهم يفوتوا أكتر بالباسكتبول بشجعكم تروحوا تشوفوا شو. وكنا عم نحكي ثلاثتنا أنه كيف هو أكشلي كان بيقولنا أنه الورك أثيك تبعيتك استثنائية، يعني في عصفورة صغيرة
اسمه بيشبه اسم كارسر كيس عم بيخبرنا انه عم بيخبرنا كيف تحية لك تحية كتير كبير كوتش غسان وعائلة سركيس كله 100% انه بعتقد في جيم انت لعبته ضد متحد اذا ماني غلطان بترابلوس ايه اوكي خسرته هذا الجيم وبس رجعته بالباص لما كبكم يعني بالرياضة انت ما رجعت على البيت تمرنت ساعتين زيادة صح I remember that very well to be honest eh. شو كان عم بيقطع براسك انه شو المنتاليتي اللي كان عندك اياه اول شيء لك انا بيتي بعيد عن الرياضة literally 30 seconds وياما I've spent nights and nights بالرياضة past 12 ليالي الشباب بشتغلوا تحت يدولوا الضوء يساعدوني فأكيد بوجهنهم تحية كلهم أكيد. كان محمد أو خليل يعني هن من الجنسية السودانية اللي أنا بحبهم كتير على طول كانوا يساعدوني ف I wanted to stand out ما كان بدي يكون هذا regular Lebanese basketball player إنه كان بدي يكون بعدني بحلم يكون one of the best عرفت كيف if not يعني one of the, my goal is to be the best point guard to ever play in Lebanon So this is my goal. لإلي to become this guy, لازم أعمل قصص ما حدا بيعملها. لازم يكون هذا الشخص who's willing to do this extra step, who's willing to train harder than everyone, who's willing to put extra hours, extra effort. وبعتقد what defines a champion هو when he's defeated, the way he's going to respond after a defeat. ما بستيخسر. So exactly. So قلت لحالي انه every time I lose I have to react لازم يكون عندي هيدي الرياكشن لازم اعرف شو اعمل لازم اتصرف بطريقه غير ويمكن ما حدا بيعرفه عني وقت اخسر كل رفقاتي بيعرفوا مرتي بتعرف مش عم بمزح بختفي يعني let's say عندنا جيم الجمعه جيم الجاي الخميس اذا خسرنا الجمعه بقعد بالبيت من الجمعه للخميس أوف. بروح بتمرن بظهر على السكات وهيك بس انه غير ما اربح جيم تاني ما بظهر ما بقدر اعيش عرفت so this is my mentality تعلمت كتير من اللعيبة مثل اسماعيل احمد جو عبد النور هدول اللعيبة لانه ربيت معهم ربوني بقدر اقول علي محمود لعبت بالرياضة most of my life هدول اللعيبة لعبوا بالرياضة وعلى طول بقرا how Kobe works كيف كلهم دوين ويد ليبرون جيمس so بجرب قد ما فيه to imitate them بجرب قرب كون مثلهم يعني كون فكر كيف بيفكروا وقد ما فيه في كمان قصة لمايكل جوردن انه بعتد ربح جيم وبعد الجيم لما كل ربحوا الجيم بعد الجيم كل عام راحت تحتفل وتنبسط والاخره هو بلش يعمل سويسايدز ولما سألوا انه خي مايكل شو عم تعمل قال لهم شو كان عم بيعمل؟ عم بيعمل سويسايد هيدي انه سبرنتس اوكي صار تو اسمه سويسايد لا 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 اوكي اطلعوا ونزوز اتس باسكتبول اتس باسكتبول تيرم ايه لاحظت انه انا ما عم بحكي لان قد ما بيفهم اوكي انا بفهم كم شغله بس مش معقول لا انا بلعب باسكت انت اي لاف ذيس جيم ايه لا بحب الباسكت لانه خيي ما بعرف كيف اشرح هذا الشيء بس كان عم بيعمل هول السويسايد عم بيطلع طلوع ونزوز بالملعب وسألوه قالوا له طب انه اللي عم تعمل هذا الشيء لازم تحتفل مع كل الشباب قال لهم تعرف الجيم كان فيه روح على اوفر تايم ولو راح على اوفر تايم كان بدي اتاكد انه يكون انا عندي ستامينا كرمال اقدر كفي مش معقول از واي هيز ذا بيست بلاير ان ذا ورلد سو فظيع انت بتعتقد يعني الجوت اهم واحد بينتهم كلهم مايكل جوردن تو بي كومبيرد وذ اني ون فيك تقول شو معناتها جوت لانه سالتك 200000 مره هلا بعرف جريتست اوف اول تايم اوكي اهم واحد يعني لا بعرف بس انه في ناس ما بيعرفوا لا طبعا جول رح يفكروا انه مش العنزي انا صراحه انه ليك انه عالم بتقول كوبي عالم بتقول لبرون وهيك شو المعايير عاده اللي انت بتفكر فيهم تتقارن بسايد تشامبيونشيبس انه تشامبيونشيب هو اول شيء بعد اتكس تبعه ذا واي هي يوست تو ليفت هيز تيم از انريل كيف كان يشجع التيم تبعه بحكي زلمه بالفاينل كنا بحط 40 50 نقطه اون ا ديلي بيسز هي تشينج ذا جيم زلمه تشينج ذا جيم العالم كانت تموت وتعيش لدق مايكل جوردن أو لتكون مثل مايكل جوردن so أنا I believe he's the greatest ever أنا صراحة من اليوم الصبح كنت عم بحضر last dance again last dance ما قلت لي كمان أنا بحضره كل مدري قد إيه كل ما بدي I want to motivate myself بحضره أكيد خلص لا no il a marqué l'histoire أنا no sorry يعني بركي يكون تافه بس إنه مين ما جاب له يشتري إير جوردن كمان انه ما هو يعني انه هو كمان اخذ الباسكتبول وحتى كمان بالثقافه العامه بالبوبولار كلتشر يعني اير جوردنز راحوا من الملعب على صار خلص صار فاشن ستيتمنت اكيد اكيد مين ما عنده كاسكيتات ومين ما عنده انه اتس ريلي بوبولار كلتشر بفتكر ال
سبورت الوحيد هالقد في بالفاشن يعني وبال ما حدا بيلبس اير جوردن العالم بتلبس على راسها بكل لبس جوردن صح قد ايه بتحضر فيديوز على تيك توك نو تاتش ماي جوردن نو تاتش ماي جيز وهيك سو انا عندي بير يعني اكيد جوردن ستاند اوت على طول انه لما بيطلع بير اوقات في بيوصلوا لسعر شي جنون انا شفته مره بنيويورك قلت انا مش معقول يعني انا عم تشتري ذهب يعني ما في احلى تفوت على ان بي اي ستور عشان تشوف كل الجيرز والعالم عم بتقتل بعض كرمال مثلا اخر موست فاليبل بلاير طلع بالجيم وعم بتكسر بعض كل الناس ها كل الناس بيحبوا يفوتوا انه انا اوكي انا ما كنت العب باسكت لما كنت صغيرة بالمدرسة بس انه بون وما بفهم قدك اكيد لا ولا قدك يعني بس انه it's part of our culture ثقافة تبعيتنا فيت الباسكت وبعدين بواحد الرياضة بتوحد الناس يعني لما بتشوف الناس عم بيحضروا فوتبول او عم بيحضروا جيم باسكت انه بتوحدوا الناس بس هل هو عن جد بواحد لانه تنحكي الامور مثل ما هي بعرف انه اول ما انتم تسافروا بمنتخب لبنان وبتلعبوا جيمات كل لبنان بيتوحد بس بلبنان كل فريق عنده صبغه طائفيه انه في فرق مسيحيه في فرق اسلام وبعتقد الوحيدين البروفيشنالز عن جد هن اللعيبه والكوتشيه right? كل شيء تاني لا هذا فريق مسلم هذا فريق مسيحي وبيسبسوا بعض دينيا ليه بالجمهور وايه رياضه ما بقى يعني I hope إن شاء الله شي نهار نقدر نهرب من هالموضوع بس ما بعتقد حنقدر نهرب منه anytime soon لأنه هيدا الشيء عم نعيشه كل يوم رفتي العالم تطلع على الطريق وتهرب يعني big example بالانتخابات بعدهم تلاقيهم العالم عم تنتخبون huge part of our community عم ينتخبون 114 واحد رجعوا طلعوا يعني كيف بدك تهربي منهم هيدول ما فيكي وللأسف هن ذكايا كمان السياسية عندهم شبكات الزبائنية بيعرفوا شو يعملوا فاتين بأكتر شيء ناجح فاتوا بأكتر شيء ناجح بلبنان تقريبا اللي هو الباسكت اللي هو يعني إن كان منتخب أو كان بالفرق عرفت كيف بشوفوا قديه في قاعدة جماهيرية كبيرة بكل الفرق بشوفوا قديش في العالم تحضر حكمة قديه في عالم تحضر رياضة والجنون اللي بيصير بين بعض وقلبوا اللعبة طائفية وبيفوتوا قبل الانتخابات بشوي هذا اللي بيكبله 50,000 هذا اللي بيكبله 100,000 بيدعموا فرقهم بيقلبوها طائفية completely مع الجمهور مع الجمهور بس مش عم ممزح هلا بلشت شوي تتحسن أوكي. بلشت هذا هو السؤال بلشت أنا عم بحكيك من أربع يعني عم بحكيك 5-6 سنين لورا بس هلا بلشت تلاقي مثلا عن جد ما بقى بتسمع كتير في عالم عم بتشجع بتقول الشعارات الطائفية أو الشعارات الدينية أوكي في شعارات دينية على طول بس ما بقى بتسمع شوي حكي بالسياسة ما بتسمع بقى ما بتشوف بقى الحركات بالإيدين للأعلام السياسية بلشوا يخفوا كتير في عالم بس بلشت كتير تخف عرفت كيف والاتحاد اللبناني كمان عم يكون كتير صارم بهذا الموضوع كيف يعني يكون صارم يعني توقف دغري بان أو هيدا وأنا صراحة مع أنه يتوقف كل مرة إذا مشوف في شعارات سياسية سوري للأسف تطلع برأس الجمهور بس خلي الكل يتعلم إنه السياسة خليها بعيد عن الرياضة شوف الفوتبول بلبنان مش معقول الفوتبول ما. طب أنا صراحة بكون صريح معك أنا الفوتبول كتير بحب الفوتبول بموت بالفوتبول بحب ألعب فوتبول كتير أكتر من الباسكت أمرار بس إنه كل ما يلعبوا مثلا تلاقي الفرق بلبنان تكسير كراسي على خبيط على تكسير مرة شو عم بيسبوا الدين هيدا بيسب الدين وبيسب مش معقول انه يعني. ليش بدنا نوصل لهذه المرحله بالباسكت لا مش خلي هذا الموضوع يوصل الباسكت انه في اولاد عم تيجي تحضر في اولاد وفي اميات وفي عيال عم تيجي تحضر خلينا بعاد هدول الموضوع نحن كل مشاكلنا باللبنان من ورا السياسه ليش على طول بدنا نفوت السياسه بكل المواضيع والطائفيه كل واحد let him practice his religion on his own يا اخي انا I'm a religious guy I love my religion بس انه عالم ما بتعرف في كتير عالم ما بتعرف my religion في عالم تسألني انت عن جد مسلم عن جد بقول لهم انه خي انا مسلم لوحدي خلوني على جنب اي براكتس ماي علاقه اي براكتس ماي ريليجن اون ماي اون في واحد مسيحي ليت هيم براكتس ريليجن اون هيز اون ريسبكت لكل التوالى لكل الاديان واحد ما بيؤمن بشيء خي خلي يعيش حياته منه لربه منه لله شو بدكم انتم سو والحلو يعني على الكورت خلص يعني الباسكت جاوز كل هو الأسس الطائفية التيس عند اللعيبة الطبقة الاقتصادية الجنسية كل هو خلاص just play لأنه بيصير في خلاص كل العالم على ذات المستوى
ولعب كلاعب بقدر اكدهم للسياسيين احنا بنضحك عليهم كل يوم بسخر عليهم يعني الكونية السياسية اذا عم تحضروا احنا كتير بنضحك عليكم كتير كتير بنتمسخر عليكم سو بشكل مش طبيعي يعني بنحسكم شوي ما يعني ما حقول الكلمة بس انه بنحسكم شوي متخلفين من الاخر يعني سو من احساس هذه حقيقه حقيقه سو ايه فبنضحك عليهم كثير وبعتقد فئه كبيره من الجمهور كمان صاروا عم بشوي يفكروا واكيد باكد لك الشباب كلهم اللي صاروا بعمرنا في جيل ثاني بعد الحرب الاهليه اكيد وقتها بدنا نتسلى ونضحك نحكي عنهم لنضحك ونتمسخر عليهم والفيديو تاعهم والانترفيو تاعهم على طول شو هيك كمان اللي عم بتقول انه عم بتخف لانه كمان الجيل الجديد خلص فلق يعني بينهم بهذا الشيء انه ما عندهم مستقبل وما فيهم يتركوا البلد واذا قدروا يتركوا البلد ما عندهم باسبور لانه مش عم بيعطوا باسبورات واذا والمصاري انه at the end of the day فهموا سوري كمان نسيت انسى في عندك كم لعيب كان عندهم مشكله كان يمكن ما حيسافروا على اندونيسيا ورا باسبوراتهم ما كانت عم تقبلوا يجددوا لنا اياهم عم تمزح يس في عندنا كم لعيب كان عندهم مشاكل بوراقه كرمال باسبور فانه هيدا ما حدا بيعرفها بس ايه بدنا نينا نحترمهم للسياسيه غير الجيرزيز وغير في عندك كم لعيب كان عنده مشاكل باسبورات مش معقول يب بتعرف هلا انت عندك الريد بول كاب بعتقد الريد بول كمان كان جزء كتير كبير بحياتك اذا بدك الرياضيه ما هيك نحن دعموك This is my first year مع ريد بول صراحه انا بقول the best company I've ever worked with no joke support unconditional support like all their athletes on a daily basis whatever you need from gear to mental support to physical support training هيك they're willing to support انا يمكن again this is my first year I've been to one summit for athletes يعني اول مره بروح على رحنا كان بدبي عاملين اجتماع لكل الاثليت اللي شفته هنيك واللي بيعملوا للاعيبه المنتل بريبريشن التجهيز السايكولوجيكال از شيء كيف بيجهزوك بسيكولوجيا يعني يعني بيجيبوا ليجندز ريد بول ليجندز مثلا بيخبرونا بشو قطعوا بيخبرونا شو بيعملوا بيخبروا يعني على طول هن جاهزين ليدعموك على طول جاهزين ليساعدوك جيبوا لنا ترينرز منتل ترينرز ليساعدونا ليدعمونا هن اكيد عندهم their headquarters باستريا يعني عندهم one of the best الحكمة وعندهم one of the biggest sports centers لكل الريد بول أثليتس روحوا يتحضروا هنيك so مش بس بالباسكت يعني مش بس لوان عندهم الكوري ماكس فيرستابن يعني. كل اللي عنده لا عندهم تيمز ان ريد بول باللايبزيك وكل هدول ريد بول تيمز بأمريكا ف it's a huge brand يعني وتحية كبيرة لكل شخص بريد بول ما حقدر سميهم كلهم يعني كان زينة بكا هاي زينة يا زينة بكا كريم الكل سو عكاوي هدول إلي يعني هدول أشخاص بعدني معرفة عليهم جديد فادي كلهم يعني they're beautiful people وهلأ يعني رح تلعب أكيد ضد الفلبين بس بالليك تبعيتك أنت هلأ عم تلعب مع الكويت صح ما هيك كيف اللعب بالخليج يعني بالكويت بلشت اللعبة بالباسكت الباسكت is emerging بالخليج الكويت مثلا لهم 2 years كانوا banned من وراء so many reasons يعني ما بعرف شو هني بس هذا يمكن تاني سنة لقلهم بتشوف كتير عم يهتموا بالباسكت السعودية نفس الشيء سو بتلاقي بلشت اللعبة شوي تتطور والمنتاليتي بلشت تتطور يعني وعم بتشوف أنا مثلا هالسنة عم بلعب بنادي الجهرة الكوتش تبع نادي الجهرة هو لبناني كوتش أحمد فران الترينر هو لبناني عبد الله حجازي بتلاقي يعني بلشوا كتير عم يهتموا باللعبة وحلو الحلو إنه اللبنانية they respected كوتشي لبنانية كتير respected بالخليج كتير عم بتلاقي كوتشي لبنانية عم بيروحوا على الخليج يعني عم بيتكلوا صاروا البلدان بالخليج على الكوتشي لبنانية على لعيب اللبنانيين اللي عم بيشوفوا إنه قديش الباسكت بلبنان is big وقديش الباسكت بلبنان is on a high level ليه بتعتقد الباسكت بلبنان هالقد مهم يعني من ورا شو عمل الشويري اول شيء انه خلص هو حط اذا بدك البنى التحتيه كرمال يصيروا تيمز احسن واحسن ونقدر نحن ننافس بلدان مثل الصين مثل استراليا والاخري ما حكذب عليك كنت كتير صغير وقتها كان الشويري وهدول ما بدي اقعد اتفلسف اقول لك بفهم شو كان يعمل بس انه الباقي اللي بسمعه انه بريزيدون شويري الدعم اللي كان عم بيعطيه للعيبه وللباسكت وللحكمه از something huge يعني يمكن نحن موجودين هلا because of دعم اللي هو عمله which is يعني
الله يرحمه ومرجه له يعني، يا ريته بعده معنا عم بيشوف شو عم نعمل كمنتخب والباسكت وين عم بتكون، لأنه بعرف يمكن ما كان حيقبل أنه تنكسر الباسكت مثل ما انكسرت in the last three years. ورجعتوا أنتوا اليوم صح كنا نحكي عن الجولدن ييرز، هول السنين الذهبية تبعوا الباسكت بلبنان، ورجعتوا أنتوا أكيد علعتوا. يعني مش بس بريزيدان شويري، في عندك كمان بريزيدان جارودي، وبريزيدان جارودي يعني كمان نادي رياضي to a certain point dominated Asia for a long time، dominated الدول العربية for a long time. وهلا إن شاء الله يعني نقدر نرجع نشوف، عم نشوف في كتير رؤساء أندية they're putting the effort، إن كان مازن طبارة، إن كان نديم حكيم، يمكن ما حدا بيعرف نديم حكيم نادي بيروت، نادي ما خصه بولا جهة ولا جهة سياسية. أنا لعبت ببيروت هذيك السنة، ربحت معه الكاس والبطولة لأول مرة بتاريخ بيروت، برجه لهم تحية للإدارة super professional، الشغل اللي عم يعملوه is extraordinary، يعني ما بتصدق قديش professional، ما بتصدق قديش عم بيجربوا قد ما فيهم بظل هالظروف يبعدوا الباسكت، يبعدوا فريقهم عن كل النيجاتيفيتي، كل السياسة. سو إن شاء الله يعني سنة بعد سنة تلاقي هاللعبة is getting better وترجع مثل قبل. لك سؤال، أنت كابتن كيف يعني دورك بيكون مع اللعيبة؟ يعني شو بيخليك تختلف من لعيب لتسي منه كابتن؟ لك اول شيء انا كناشنال تيم انا I'm not the team captain. انا يمكن I was assigned بس بي ذس تورنمنت تو بي ذا كابتن، لانه علي حيدر كان عنده كورونا، سو انا كنت بهيدي البطوله كنت انا ذا تيم كابتن. بدك تكون ديفرنت، يعني المينتاليتي وايز بدك تكون ديفرنت. كيف من اي cannot react، I need to be very calm, very very poised. بدك تروق له 100%، بدي يكون الزلمه يعني انا المجنون، انا المجنون وقت علي حيدر يكون الكابتن، هلا بدي يكون انا الدبلوماسي. عرفت كيف؟ وبتذكر قلت للشباب، قلت لهم جايز نحن مش رايحين هونيك لنتسلى، رايحين نعمل شيء سبيشال، وي هاف ا تشانس. عرفت كيف؟ سو ذس واز ماي رول، كان شغلتي جرب اخذ ذا بيست اوت اوف افري بلاير. عرفت كيف؟ ادعم كل شخص، ما خلي حدا يكون راسه بالارض على طول. وات وزنت، ما كنت شغله، ما بدي احكي بس انا شو كنت عم بعمل، انا اجين اتس كولكتيف ورك، كل اللعيبه كنا وان هاند ايه عم بتشجعوا بعض، يعني كلنا كنا. ما كنت عم بحس حالي انا الكابتن، عم بحس حالي I have 12 captains on the team. كلنا حسينا بالمسؤولية. يمكن أنا كان عندي اللقب الكابتن، بس إنه the respect my teammates gave me وفرجوني إنه we trust you, we trust إنه you can lead as a captain is priceless صراحة. is شيء كتير حلو، وهذا اللي ساعدني يعني to كاوسر كيس، هذا الصوت صغير العصفور قالنا إنه اللعيبة كلهم بحبوك. أنا كلها محبات صراحة. لا أنه لأنه اليوم أنت معنا يعني، بس بيّن على الشاشة قدي بتحبوا بعضكم. في شيء يعني قدي كانوا مبسوطين لما شافوا أنه أنت الـMVP مش معقول. الحمد لله. نحن انبسطنا كمان، بس هني بتحس أنه it's يعني national pride. أوكي نحن هيدي اللي حسيناه كلنا كشعب أكتر شيء، مش بس أنه nation يعني مش بس البلد، نحن كشعب انبسطنا لانه مثل ما قلت بالاول يعني وتنفسنا يعني. وانه ايه بين انه بلبنان في ناس منيح وفي قصص حلوه وفي كتير، فبينتوا انت فيها تصير كمان يعني خلص صارت possibility. ما نحن كمان مع كل شيء اللي عم بيصير فينا، مع كل التعتير بنرجع بنعيدها. بصراحه وائل مش بس هذا نفس، كان كمان possibility نقدر نحلم انه فينا نحن نعلي مستوانا، فينا نحن نتخطى كل هول القصص اللي عن جد بتقرف لي من وجهها يوميا، وفينا نوصل لمستوى عالمي. اكيد كنا عم نحكي يعني عن حب اللعيبه لبعض. نحن اللعيبه كلنا يعني في معظمنا 5 6 بلايرز لاعبين بعض بالاندر 16، مع بعض الاندر 16 اندر 18، سو خصوصا هذا الجروب الفريق كلنا بنعرف بعض نحن وصغار، ثلاث ارباعنا ما بدي اقول كلنا، ف هيك يعني بنعرف بعض نحن وصغار، بنحب بعض نحن وصغار، سو يعني قدرنا نفرجي هذا الشيء يعني على الملعب هلا وتعيشوا هالحلم سوا يلي عندكم اياه من 10 يعني سنين لليوم يعني. عندي صور مع علي شمعون اللي يمكن اكثر واحد، وعلي منزل لانه لاعبين مع بعض كثير. عندنا صور ماسكين كاس بطوله غرب اسيا اندر 16 بايران، سو لبسين لبنان. عرفتي؟ سو حلمنا نكون بهيدي السيتويشن حلو صار اتس بيوتيفل، خصوصا بتعرف شو الحلو انه كلنا اخذنا الاكسبوجر، هيدا احلى شيء صار صراحه. مش شخص واحد، يمكن انا اوكي انا طلعت الام في بي، بس كلنا اخذنا الاكسبوجر، كلنا عم ناخذ الاهميه،
وهذا الشيء الحلو، كل اللعيبه is getting the spotlight، وهذا احلى شيء، هذا احلى شيء عندي صراحه personally، لانه حلو انه نلاقي 12 لعيب ومع الكوتشي والجهاز الفني they're getting respected من شعبهم كلهم، وهذا احلى شيء صار صراحه 100%. ما بعتقد نحن وصلنا على اخر البودكاست اذا ماني غلطان، في سؤال عادة نحن نساله بعتقد I want to know شو الجواب تبعك. انت بتعتقد في امل بعد كل شيء اللي قطعت فيه؟ امل من what term انه what way؟ خي ما اعرف انت how do you see it، انه كيف بتشوف انت الامل؟ يعني عم نحكي على الصعيد بركي الرياضه، على صعيدك انت الشخصي، صعيد البلد. البلد ليك حانسى كل انه صعيد الشخصي وهذا، انه صعيد البلد صراحه ان شاء الله ما بعرف، في عنا فرصه يمكن بعد 4 سنين نرجع نفكر، من هلا لاربع سنين في انتخابات جاي، صح لازم هلا يمكن بهالاربع سنين نرجع نفهم انه لهالعالم اللي صوتت لهيدي الطبقه السياسيه انه لا مش لازم نرجع نصوت لهم، لانه اخر النهار اذا البلد رجع عليه انتم حترجعوا تعلوا، انا حرجع على العالم كله، حترجع تعلى منتخب لبنان، حيرجع يعلى كل شيء بلبنان، حيرجع مثل قبل، وهيدا هدفنا. سو نحن اهم شيء عنا البلد، بلدنا هو احلى شيء، اهم شيء عنا هو هيدا بيتنا، عرفتي؟ انا مثلا عايش برات لبنان، عبالي ارجع لبنان، بس ما في ارجع لبنان، ما في اعيش بلبنان هلا، سو بدي شي نهار ارجع اعيش بلبنان. الامل اكيد موجود، بس الامل بدك تعرف، بدك تشوف براسهم للعالم كيف عم تفكر، انه اذا حيضلوا مفكرين انه هن السياسيين اللي حيعيشونا بدنا نكون الخواريف تاعو السياسيه، ما حيمشي الحال. احلى احساس لا واحد يمثل بلده أكيد. بالرياضه انا غير عن انه تلعب بكلب، يعني أكيد. تمثل بلدك شيء انت لما بتلعب، يعني لما بتفيك اليوم الصبح وبدك تتمرن، شو اول فكره بتخطر ببالك؟ يعني بتفكر اول شيء بالبلد، بتفكر بشو؟ اكيد اقعد كذب عليك انه اكيد بقول انه يا ريت كل يوم بقدر فيق بتختي، عرفت؟ يا ريت كل يوم بقدر فيق بلبنان، يا ريت كل يوم بقدر فيق انزل على الطريق احكي مع لبنانيين، اكل منقوشة، لا اكل والله اكل منقوشة، كل قصص صغيرة، روح عند السوسة، اكل بيض وقورمة، اكيد يكون مرتي معي ويكون امي وبيي معي، رفقاتي معي، بس انه ان شاء الله نقدر نرجع نوصل لهذه المرحلة sooner or later. يعني I have a feeling it's an end of an era. أنا كمان I have a feeling انه letting you guys know as politicians you guys will be done very soon sooner or later. إذا ما متوا نحن حنموتكم، أنا وي مش نموتكم أزن نقتلكم، بس أنه نموتكم بالانتخابات. هلا أغلبيتهم كبار بالعمر فرح نموت. خيا مدعي أهلك نحن مدعي كتير على مسألة بقى، على خلينا نقول بطريقة شوي دبلوماسية أكثر. خلينا هذا الدور خلينا نحن نحمله بالانتخابات الجاي إن شاء الله. آخر سؤال، في رسالة أنت فيك توجهها للشباب هلا اللي عم بفكروا بركي يفوتوا بالباسكت أو يفوتوا بحياة الرياضة؟ ليك اوكي انا يمكن وصلت لمرحله هلا بحياتي الحمد لله I was the first Lebanese Arab اطلع MVP بلبنان. في كتير اولاد عم تطلع فينا انه واو يو جايز ار اميزنج، بس انه لازم يعرفوا هدول الاولاد انه مين ما كان في يكون في يوصل لهذه المرحله بحياته you just need to work really hard، لازم كتير تشتغلوا على حالكم، لازم عن جد كل المغريات تبع الحياه، الظهرات نحن وصغار وهدول السهرات وهذا، انا هدول اي بلوك ذم فروم ماي لايف ات سم بوينت. بطلت تظهر يعني بطلت مش بطلت اظهر واسهر، ما كانت أولوية. حياتي كانت الباسكت، انا وصغير حياتي كانت ليتشلي الباسكت يعني، وبعد حياتي شو انه حياتي صارت البلد، انا مرتي حتقتلني لانه ضلت تقول لي باسكت كل حياتك وهيك ما تنسيني. لا ما بحياتي حانسيها هيك السبورت اللي بتعطيني اياه تماما. لا اي عمر فيك تلعب؟ You never know, you never know. يعني حسب جسمك. أكثر شيء يعني. حسب جسمك. مين كان؟ مثلا عندي كلا اسماعيل أحمد فهد الخطيب، they're at a very يعني 45 صار عمرهم يمكن they're still playing، بس بدك تشوف قديش physically أنت you can still go. عم بسأل هيك لتشوف قدي رح تنطر مرتك. Depends how good your body. ف رسالتي أنه يعني أنا لقلي the sky is the limit صراحة. ما بحياتي يعني حلمت العب بالNBA، ما العب بالNBA بس حلمت اوصل العب البس جيرزي NBA، البس جيرزي NBA، حلمت العب برات لبنان، لعبت بقطر، لعبت بالكويت، لعبت بتونس، لعبت بالصين، ربحان بطولة بقطر، ربحان بطولة بالصين، حلمت العب مع منتخب لبنان، لعبت مع منتخب لبنان، حلمت تكون ليك مع كذب، حلمت كنت فكر انه نو واي بحياتي اطلع MVP آسيا، عملت MVP آسيا. بوم سو
شو ما تحط براسك بتقدر تعمله. وهذا رسالة أولاد، يمكن هلأ هيك situations أنا عن جد كل شيء depression بحياتي قاطع فيه قبل كنت عوزه as a motivation. يعني أنا الوضع مثلا let's say كل شيء وقتها كنت أخسر كنت أوكي روح للإكستريم، أو مثلا اتخانق مع الأكس تاعيتي من زمان اخدها للإكستريم بس اخدها as a motivation، يلا I should work، لازم انزل على الجيم، لازم روح شوت، لازم أعمل شيء كده تنفس بطريقة constructive نفس بطريقة يعني. ايه as long as في ملعب باسكت وفي ضو وفي طابة باسكت بقول لهدول الشباب إذا you can do that دوروا سيارتكم أو تروحوا على الموتو أو تروحوا على البسكليت أو تروحوا ماشي روحوا على الملعب الباسكت مرنوا كل يوم ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار لتقدروا توصلوا، لأنه بتقدروا توصلوا بتقدروا تصيروا أحسن منا كلنا. Amazing. مين ما كان بيقدر يوصل. أحاول هلأ يوسف خياط he's in University of Michigan، شي مرة تخيلنا واحد لبناني يكون he's purely Lebanese، فل من لبنان كان عمره 16-17 سنة. So في يعني ان شاء الله يوصل على NBA، واذا ما وصل على NBA في عندك اولاده وفي عندك ابنه لفهد الخطيب بيلعب بفنربخشه. صح. انتبه يمكن هيدول في كتير لبنانيه ما عندهم هذا السبورت من العائله، يمكن فادي ولاهله ليويو قدروا يبعتون لبرا قدروا يسافرون لبرا، بس في لبنانيه ما قادرين، بس بقدر اقول لهم تقدروا توصلوا حتى لو ما معكم مصاري. حتى لو معكم مصاري، انا مثلا جاي من very ordinary family، عائلتي ما معها مصاري بس امي وبي علموني كيف يصير معي مصاري. They taught me this is the way of achieving a goal of being successful. علموني انه you need to work hard and I work my ass off. بدك تحط الساعات يعني you need to put in the hours. You need to put the extra hours. This is why يمكن كارل سركي سألكم زلمة خسر جيم راح تمرن. في كتير عالم غيري بس this is the mentality، هيدي المنتاليتي لازم يكون عندي كل حياة لحدا صغير بحياة لشي بده يعمل مش بس باسكت. تفتح بزنس او هيدا فيك في فيك تعمل اللي بدك اياه بحياتك. ايه واللي انت عملته انه لما لتسي خسرت الجيم ما حطيت المسؤوليه على حدا ثاني، لا حطيت المسؤوليه على حالك انه بدي اتحسن لمرت الجاي. صح. طيب انا ما كنت عم بلعب كثير، كنت صغير كثير، كان يمكن لعبت 5-7 دقائق انه بعرف لحالي I wasn't the reason of the loss. عرفت بس انه اخذتها بطريقه انه why not being the reason لأقدر ساعد فريقي لأربح next game. So بدي يكون ready، لأنه وقتها جيت على الرياضة كنت صغير عم بلعب ضد نجوم، عم بلعب مع نجوم. So والرياضة ما بحياته، وطلع حدا صغير من الأكاديمي من الرياضة وصل لعب دغري، عم تشوف بكل تاريخ الرياضة very few من الأكاديمي صغير قدر يطلع الرياضة، الرياضة على طول بيجيبوا لعيبة وهيك. أنا قلت لحالي تخرجت من هيدي المدرسة، أنا تخرجت كان عندي هارلم بعدين جيت على رياضي كان عمري 16 سنة، قلت لحالي إنه why not I can be this guy، وإن شاء الله على طول في كتير لعيبة بيقدروا يكونوا هيدا الشخص. أميزين. ففي أمل. في أمل على طول، في أمل على طول، في أمل. نحن اللبنانيين ما بنستسلم بحياتنا بعتقد. وارد شكرا على السردة، كان بتعقد للأشخاص. Good luck. Good luck. أكيد للمباراة الجاي، و يعني من وراء اشخاص مثلك ومثل الفريق تبعكم انتم كمان بتعطونا امل. هيدي سو تو واي ستريت. للاشخاص اللي بدهم يلاقوك على السوشيال ميديا وشو عم تعمل انت كمان اون ذا سايد اذا بدهم يشوفوا شو عم بعمل اون ذا سايد؟ على طول عم بعمل قصص. على طول. بس هلا كان عندي شيء مع اكاديمي NSA اكاديمي تو سبورت كيدز تو هيلب كيدز وذ ريد بول على طول، يعني وير دوينج حكون عندنا ايفنتس وحركات. سو هلا عندنا منتخب لبنان، بطلب من العالم بس يدعموا منتخب لبنان فور ناو. 25 شهر ضد الفلبين على الساعة 9 بالزوق مكايل بملعب نهاد نوفل. بي ذير بي ماني على التيفيز وين ما كان، وي نيد يو. يعني حتى لو كنتوا بحيلا بلد حنسمع صوتكم. سو بليز سبورت اور لبنانيز ناشونال تيم لانه وي هاف ا بيج تشانس تو كواليفاي تو ذا وورلد كاب. وعم نلعب هلا ضد حلو لهم، جايبين لعيبه، جايبين جوردن كلاركسون، جايبين ان بي اي بلايرز. سو وي كان بيت ذيس جايز بلبنان، بنقدر نخسرهم. وبعرف انه ما حنقدر نخسرهم من ورا جمهورنا، لأنه هو الجمهور واللاعب السادس. So that's all I ask from our fans. Be there, be many. شكرا brother. صار يخد ما فيك عالي. أنا أسمع صوتك. لما بدي أما تهرب. هذا العام السردي بعدين. لا خلاص تعودت. Thank you so much guys. Thank you.